هذا واستقبل حضره صاحب الجلاله الملك حمد بن عيسى ال خليفه عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه خلال زيارته الى المملكه المتحده وفدين برلمانين رفيعي المستوى من اصدقاء البحرين في مجلسي العموم واللوردات متمثلين في مجموعه من اعضاء الكتله البرلمانيه المعنيه بالصداقه مع مملكه البحرين برئاسه النائب كونر بيرنس ومجلس الشرق الاوسط في حزب المحافظين برئاسه النائب ناظم زهاوي في مقر اقامته اليوم ورحب جلالته وحفظه الله بالبرلمانيين البريطانيين معربا عن تقديره لجهودهم المتواصله لتقريب العلاقات الثنائيه بين المملكتين الصديقتين وتعزيزها في شتى المجالات المختلفه وتطرق جلالة العاهل المفدى خلال اللقاء إلى الإنجازات والمكتسبات المهمة التي حققتها المسيرة البرلمانية في المملكة مؤكدا أن مملكة البحرين نجحت في إرساء تجربة فاعلة ونموذج متطور للممارسة البرلمانية المستندة إلى أسس القانون والدستور من خلال مجلسي الشورى والنواب اللذين يحظيان بدعم كامل للنهوض بمسؤوليتهما ودورهما في الرقابة والتشريع كما اعرب جلالته عن اعتزازه بما تنعم به البحرين من روح التكاتف والترابط والمحبه بين كافه ابنائها مؤكدا رعاه الله ان المملكه ماضيه على طريق تحقيق المزيد من الانجازات والتقدم والتنميه من اجل خير ورقي شعب البحرين كافه كما جرى خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والتطورات الاقليميه والدوليه منوها جلالته في هذا الجانب بالدور الفاعل الذي تطلع به المملكه المتحده على الساحه الاقليميه والدوليه وبجهودها لخدمه قضايا الامن والاستقرار والسلام في المنطقه والعالم من جانبه أعرب سيد كونر بيرنز النائب البرلماني لحزب المحافظين البريطاني ورئيس الكتلة البرلمانية المعنية بالصداقة مع مملكة البحرين عن عمق العلاقات بين البلدين والتي تعتبر من أوثق العلاقات لبريطانيا في المنطقة منذ بدئها مضيفا تطرقنا خلال اجتماعنا مع جلالته إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات الأمنية والاقتصادية والتجارية ومنها انشاء مقر التسهيلات البحريه البريطانيه في المملكه. وفي نفس السياق اوضح السيد بيرنز والذي يترأس الكتله البرلمانيه منذ ست سنوات زار خلالها البحرين عده مرات اوضح ان المملكه قطعت شوطا كبيرا في تاريخها لتصبح مثالا للانفتاح والتعايش لبلدان الوطن العربي، حيث كانت سباقه فيما يخص حقوق المراه وحريه العباده والتسامح بين كافه مكونات المجتمع. ومن جانبه أشاد السيد ناظم زهاوي النائب البرلماني وعضو مجلس الشرق الأوسط في حزب المحافظين قائلا سعدت بلقاء جلالة ملك البحرين اليوم العلاقة بين بريطانيا والبحرين تاريخية ومتينة وتم تعزيزها مؤخرا بافتتاح مقر التسهيلات البحرية البريطانية في الجفير كجزء من ميناء سلمان كما استمتعت بالحديث مع جلالته حول مجموعه من القضايا ذات الاهتمام المشترك يذكر ان الكتله البرلمانيه المعنيه بالصداقه مع مملكه البحرين عقدت اجتماع جمعيتها العموميه السنويه في وقت سابق من اليوم نفسه حيث تم انتخاب اعضاء مجلس ادارتها الجدد كما تم اعاده انتخاب النائب البرلماني كونر بيرنز رئيسا لها هذا وقد تم التصويت والموافقة بالإجماع من قبل كافة الأعضاء لتغيير اسم الكتلة إلى مسماها الحالي وفي ختام اللقاء رحب جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بالأعضاء الجدد وبالمسمى الجديد للكتلة البرلمانية والتي تعكس بدورها عمق العلاقة التاريخية والودية بين المملكتين الصديقتين الممتدة منذ مئة عام كما اثنى جلالته على جهود اعضاء مجلسي العموم واللوردات في تعزيز المصالح المشتركه متمنيا لهم التوفيق والسداد من جانبهم اعرب النواب والبرلمانيون عن بالغ شكرهم وامتنانهم لجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه على ما وصلت اليه هذه العلاقات من تعاون وتطور ونماء في شتى المجالات في ظل توجيهات جلالته وجلاله الملكه اليزابيث الثانيه ملكه المملكه المتحده وشمال ايرلندا والوصول بها الى افضل المستويات حتى اصبحت نموذجا متميزا للصداقه للصداقه والشراكه بين البلدين عمق تاريخي امتد لنحو 200 عام من العلاقات الوثيقة والمتينة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة، شهدت على الدوام نماءً وتطوراً في شتى المجالات، وعلى رأسها السياسية والاقتصادية والعسكرية، لتشكل نموذجاً للعلاقات المبنية على أسس من التاريخ الراسخ والمستمر بتنامي التعاون وتبادل المصالح المشتركة. لا سيما التفاهم والتنسيق المشترك تجاه العديد من القضايا الاقليميه والدوليه والامنيه العلاقات بين المملكتين الصديقتين تطورت بشكل واضح نتيجه ارتباط العائلتين المالكتين في البلدين الصديقين والنيه الجاده لتوثيق وتعميق هذه العلاقات على مر العقود وكان من ابرز ما يؤكد هذه العلاقات الزيارات المتبادله بين المسؤولين في البلدين على كافه المستويات والتي منحت هذه العلاقات زخما ايجابيا يعزز من العلاقات الوطيده الممتده والمتعمقه الجذور والتي تربط بينهما على الاصعده كافه بما يضمن تحقيق مصالح البلدين الصديقين التنامي في العلاقات بين المملكتين طال شتى المجالات لعقود طويله مضت ما اتاح فرصا واسعه للتوافق في الرؤى بين البلدين الصديقين وهو ما ولد تفهما كبيرا حول الاستراتيجيات الهامه الراميه للتصدي للاخطار المحدقه بالمنطقه وامنها وايجاد حلول للازمات واحلال السلام وسبل لدعم التعاون في مجالات الامن ومكافحه الارهاب كما شمل التعاون بين البلدين مجالات التجاره والاستثمار بما يعزز من التعاون الاقتصادي ويقوي الروابط التجاريه وتحظى زيارات جلاله الملك المفدى بحفاوه بالغه على المستويات كافه في بريطانيا ما يعبر عن التقدير لمساعيه الحميده لتطوير وتفعيل كل اطر العلاقات المشتركه مع بريطانيا وهو ما يؤكد المكانه البارزه والمتقدمه لمملكه البحرين والاحترام الكبير والاعجاب بالمشروع الاصلاحي المستنير الذي اطلقه جلاله الملك المفدى منذ توليه مقاليد الحكم للبلاد مطلع عهده الزاهر